مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البلاغ. حيث تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن العيون مساء أمس 30 يوليوز الجاري من توقيف شخص يبلغ من العمر 18 سنة، وذلك الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة السيارات. تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن العيون مساء أمس 30 يوليو الجاري من توقيف شخص يبلغ من العمر 18 سنة، وذلك الشباب في تورطه في قضية تتعلق بسرقة السيارات. وكانت مصالح الشرطة بمدينة العيون قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل شكايات تتعلق بسرقة 4 سيارات من نوع محدد كانت مستوقفة بالشارع العام، حيث مكنت الأبحاث والتقنيات والتحريات الميدانية المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بحال العودة بنفس المدينة. كما أظهرت الأبحاث الأولية أن المشتبه فيه كان يعمد إلى الاستيلاء على السيارات قبل أن يقوم بقيادتها لبعض الوقت، ثم يتخلى عنها بالشارع العام، حيث تم العثور على جميع السيارات المسروقة واسترجاعها. وقد تم إيداع المشتبه فيه الآن تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ملابسات وخلفيات هذه القضية. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدين قناة شوف تي في، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن العيون مساء أمس 30 يوليو الجاري من توقيف شخص كيبلغ من العمر 18 سنة، وذلك الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة السيارات. وكانت مصالح الشرطة بمدينة العيون قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل شكايات تتعلق بسرقة 4 سيارات من نوع محدد كانت مستوقفة بالشارع العام، حيث تمكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بحي العودة بنفس المدينة، يعني بنفس المدينة وهي مدينة العيون. كما أظهرت الأبحاث الأولية أن المشتبه فيه كان قد يعمد إلى الاستيلاء على السيارات قبل أن يقوم بقيادتها لبعض الوقت ثم يتخلى عنها بالشارع العام، حيث تم العثور على جميع السيارات المسروقة واسترجاعها. وقد تم إيداع المشتبه فيه الآن تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ملابسات وخلفيات هذه القضية. يعني كيف ما شاهدتوا مشاهدي قناة شوف تيفي، أنه هذا الشاب هذا يلاه في الحمر ديالو 18 سنة وكيقوم بهذه الأمور هذه. صراحة الله يهدي الشباب، خصوصا الوالدين ديالهم هو اللي كيبقاو في المشاكل وكيبقاو في هذه الامور هذه. يعني كيف ما كتشاهدوا شاب في عمر ديالو 18 سنه وكيقوم بهذه الامور هذه بسرقه السيارات، يعني راه ماشي شي حاجه سهله. يعني كيف ما شاهدتوا معنا هاد الشيء مشاهدي قناه شوف تيفي بمدينه العيون، والناس رجعوا لهم السيارات ديالهم حيت تم العثور على جميع السيارات المسروقه واسترجاعها. وقد تم إيداع المشتبه فيه الآن تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ملابسات وخلفيات هذه القضية. يعني هذه الشباب كيقوموا بهذه الأمور هادو، يعني في السن ديال 18 سنة وكيقوم بهذه الأمور سرقة السيارات، صعيبة بزاف. يعني الله يهديه، كنتمنى ان بحال هاد الامور متبقاش تكرر، خصوصا الناس الوالدين ردوا البال للوليدات ديالهم، الله يصبر الاهل ديالو حيت هما مساكن اللي غيبقاو في المشاكل. نعاود نذكركم مشاهدي قناه شوف تيفي والناس اللي يلاه التحقوا بالمباشر، تمكنت عناصر الشرطه بولايه امن العيون مساء امس 30 يوليو الجاري من توقيف شخص امس السبت، وذلك الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة السيارات وكيبلغ من العمر 18 سنة. وهنا مشاهدي قناة جو تيفي كنكون وصلنا لنهاية هذا المباشر، كنشكركم على حسن المتابعة ونتلاقاو إن شاء الله في مباشر آخر. بسلام عليكم.